مرحبا بكم في بودكاست صوت حقوقنا في الجهات اللي تنجو مبادرة مناظرة. صوت حقوقنا في الجهات بودكاست يعنى بالحقوق في جهاتنا. وحلقة اليوم باش تكون في ولاية بيجا. معكم آية منصوري منشطة حلقة بيجا. باجا فاكا ولا كيما تسميت بيجة القمح. تسميت هكا نظرا لجودة الصابة وما تنجم تتحقق هالجودة كان بالماء والمطر. هذاك عليه في بودكاست اليوم اخترنا باش نحكيو على حق المزارعين في الماء. مانيش باش نكون مع وحدي، معايا شباب وناظره. مرحبا علي عاصمه. عاصمه ايه، مرحبا بيك. معايا زيده راني مع ويسيه. مرحبا ايه ومرحبا بكل مشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا. معايا زيده محمد علي سماتي. مرحبا دليل. عاصمه مرحبا بيك ومرحبا بكل اصدقائنا الموجودين معنا هنا واللي يتفرجوا فينا. ومانيش من خوضو المشاكل ونلقاو الحلول كان بحضور خبيرنا زياد الخلوفي. مرحبا زياد. مرحبا وشكرا على الاستضافه. صوت جهه بيجا اللي باش تكون عندها صوت بحق فعلي. مرحبا فردوس بن يوسف. عسلامه، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه. في بودكاست اليوم باش نحكيو في مستوى اول على حق المزارعين في الماء، ثم باش ننتقلوا لتحليل المشاكل اللي واجهها المزارع في ولاية بيجا، وأخيرا باش نخوضوا في الحلول. هذاك عليه باش نبداو نفركوا الرمانة. مرحبا بكم في حلقة بيجا من بودكاست صوت حقوقنا في الجهات. جهتنا تعاني من نقص الماء. قبل كل شيء زياد، لو كان تعطينا فكرة على المعدة المائية لبيجا. شكرا مرة أخرى على الاستضافة. بيجا هي معناها كما نعرفوا منطقة تواجد في الشمال الغربي. الشمال الغربي اللي هو يوفر أهم وأكبر نسبة من المائدة المائية لتونس. بيجا كيف كيف فيها من أكبر السدود، نحكي على سد سيدي سالم، سد سيدي البراق، كساد، كيف كيف فيها عدد كبير من السدود التلية، عدد كبير من البحيرات الجبلية، فيها يتعدى عليها أهم الأنهار، نحكي على واد مجد، نحكي على واد المعدن، نحكي على بوزنة. هذه كل كيف كيف نحكي على كمية كبيرة من التساقطات، خاطر جزء كبير من المناخ اللي تاع بيجا هو مناخ خاطب. نحكي على تساقطات تتراوح بين 600 و 1200 ملم، اللي رغم انه تراجع، لخاطر قبل وقت نحكي 30 سنة التالي نحكي على معتمدية نبذة اللي توصل 2200 ملم. للأسف الكميات هذه تراجعت، لكن مازال تعتبر بيجا خزان كبير نتاع مائدة مائية في بلادنا. رغم ذلك وتراجعت بشكل كبير الفلاحين واللي قاعدين يعانيو. بيجا كيف فيها اكثر من 60% من سكانها يعيشوا في الارياف. هذاك علاش باش نلقاو السكان هذوما اللي هما مرتبطين بحاجه وحيده، مرتبطين بالزراعه، مرتبطين بالفلاحه. نحكيو على 40% منهم يتعثروا في النشاط الزراعي. دونك باش تلقاهم في عمليه مباشره يوميه مع تفاعلاتهم مع الماء. يعني المواطن البيجي في علاقة ترابط كبير برشا مع الماء، سواء في نشاطه الزراعي ولا في عيشته. تساؤل في الشيرة هذية، وفي نحكيه على المواد المائية الهامة تاع بيجا هذه كلها، تو حكينا تأثر فينا تخلق نوع من الفلاحة عندها جودة عالية كبيرة في تونس الكل. هنا في الوقت اللي نحكيه على شح المواد المائية اليوم، شنو التأثير هذا على حق الفلاح في الماء؟ فما تأثير كبير. معناها كما نعرفوا بيجا من الولايات اللي توفر لبلادنا كمية كبيرة من الفلاحة. نحكيو على حبوب مختلف أنواعها، القمح، الشعير إلى غير ذلك. نحكيو كذلك على الزراعات السقوية، نحكيو على الزراعات اللي يستعملوها الفلاحة لتربية الماشية. هذا في جزء كبير منه يتطلب موارد مائية ويتطلب معناها
يطالب منه بشكل كبير في التغيرات المناخية الكبيرة اللي صارت في بلادنا وأكيد في باجة باش تأثر بها. الفلاح تأثر بشكل كبير، تأثر بشكل كبير سواء في الانقطاعات تاع الماء، تأثر بشكل كبير حتى في الفلاحة البعلية، لأنه جزء كبير من الفلاحة في باجة هي فلاحة بعلية، وقت اللي خاصة في سنوات الجفاف اللي قاعدة الطول وقاعدة معناها اللي بنحكيو على تواصل السنوات الجفاف نحكيو 5 سنوات فما أكثر، هذه الكل أثر في المردودية نتاع أسلحتنا وخلى هذاك باش تشوفوا نسبة الغلاء اللي قاعدة ترتفع في الحبوب في الخضروات في 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 غير ذلك، ومسة الفلاح اللي ولا في السنوات الأخيرة ولا يرضى إنه ما يزرعش لأن وقت باش يزرع باش تكون خسائر كبيرة وكبيرة برشا كما شهدناها في الصيف اللي فات، خاصة مع اعتماد نظام الحصص اللي في الماء اللي ضر برشا الفلاح، وخاصة نحكيو على المزارعين الصغار اللي هما بيجا أغلبية المزارعين نحكيو على أكثر نسبة هو مزارعين صغار تأثروا بشكل كبير وولاو في مديونية كبيرة بسبب أزمة الماء وبسبب شح المياه. بعد ما حطينا خصائص الميدة المائية البيجة نتعداو للنقاش مع شباب مناظرة. كما كنا نشوفوا الماء حق حياتي ومهم في القطاع هذا. شباب مناظرة أكيد عندكم تسألوا في السياق هذا. حقيقة أي عندي برشا سؤالات تدور في مخي، دونك هذاك علاش نحب نسأل زياد، خاطر نعرفوا إلى باجة تعاني من قبل والفلاح محصول مهدد، الشيء هذا يمثل خطر على الاكتفاء الذاتي نتاعنا، دونك حسب رأيك خبيرنا وين الدولة في المعمعة هذه وين يظهر دورها؟ دورها المفروض يكون كبير برشا لأنها معناها وقت اللي نحكيو على الفلاحة نحكيو على المورد الأساسي اللي هو باش يعيش به المواطن. لا إذا كان معناها ما فماش ماء دونك ما فماش فلاحة، وهذه الحاجات اللي معي نقرا ونشوفوا نحن في العشرين الأخيرة إنه معناها الأسعار ارتفعت بشكل كبير. الدولة تعرف إنه تونس مش تعيش حالة شح مائي من 1995، حتى كي نقرأه في الكتب بتاع تاريخ وجغرافيا نقولوا راهو معناها باش نعيشوا أزمة كبيرة تاع ماء. شنو عملت الدولة؟ هذا الشيء يتناقش، معناها الدولة تعرف الأزمة لكن ما تعاملتش معها بشكل يخلينا نجم نتعايشوا مع الأزمة هذه. الدولة تعاملت بردة فعل ظرفية مش استراتيجية واضحة تنجم توقف التوانسة. الدولة خليت نحكيه على أبار عشوائية نصف 24,000 بئر عشوائي لهذا بش نص الماء المائي. الدولة عاملة استراتيجيات وعاملة مزايا للفلاحين الكبار اللي هما الفلاحة التقديرية أساسا اللي هي معناها في نفس الوقت اللي هي تتمثل في الورقيات نحكيو على نحكيو معناها على القواس اللي هي تستنزف في ثروتنا المائية، ونحكيو على فلاحة تقديرية معناها نحن في نفس الوقت قاعدين نصدروا في الماء بلاش للدول هذي، ومعناها الامتيازات هذي حتى وقت العمل في نظام الحصص خلات الامتيازات هذي نتاع الفلاحة التقديرية ومشات عاقبة المزارعين الصغار وقت اللي تمنحهم باش يزرعوا. الدولة في سياساتها بدات في السبعينات معناها اللي هي السياسة نتاع استنزاف واضح للماء، في حين انها تعرف انه بلادنا باش تعيش في أزمة لأنه الواقع شنو يقول تونس تتواجد في المنطقة البيضارية اللي هي أكثر منطقة باش تعاني من التغيرات المناخية اللي قاعدين نشهدوها وطولين قاعدين نعيشوا فيها. حتى كي قاعدين نعيشوا فيها ما فماش استراتيجية واضحة باش نجم تنقذنا من الشح المائي اللي قاعدين نعيشوا فيه. توا زياد وحنا نحكيو على دور الدولة هنا هي تخمم بطريقة الحين اليوم وقتلني غدوة تقريبا يعني في التصدير وفي هذا كل الدولة زاد عندها دور تشريعي نورمالمون، دور تشريعي نجم نلاحظوه من خلال مجلة المياه اللي تقريبا تم إنشائها في السبعينات. شنو أحوالها بالمجلة هذه زياد؟ أحوالها متعبة أصلا. مجلة المياه هذه تعملت 1975 معناها تعملت في وضعية مائية مختلفة
تعيشها بلادي في وضعية مائية ومناخية مختلفة. معناها نحكي من نحن 1975 أنا نحكي على تورس مستقر معناها، ونحن مزلنا للأسف في بلادنا نتعاملوا بهذه المجلة اللي دول أخرى حتى الدول المجاورة تغيرت في استراتيجيتها نحو الماء، غيرت تشريعاتها، غيرت في برامجها. نحن مازال حبر على ورق مجلة متخلفة تقريبا، ما تنجمش تواكب التغيرات المناخية والتغيرات اللي صايرة في بلادنا، بالرغم انه بلادنا معناها دولتنا ماضية في عدة اتفاقيات ومراسيم وصكوك دولية. في دستور 2014 موجود الحق التونسي، حق المواطن في 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 الماء، لكن على أرض الواقع نلقوا برشا مشاكل، نلقوا ناس معناها تعاني، نلقوا مزارعين معناها المحاصيل تاعهم تمشي للأسف لأنه ما فماش ماء. هذه الكل مازالت الدولة ما عملتش استراتيجية واضحة للفلاحين على الأقل من خلال تنصح تقول شنو تزرع، شنو الحاجات اللي نجم نرجع نزرعها، على خاطر تونس مش فجأة معناها ولات ما عندهاش ماء. نحن نرجعوا للأسلاف مثل القرطاجيين وبلاهم، ثم استراتيجية واضحة كانوا معناها هما في الوقت يعملوا يستعملوا في المواجهة، يستعملوا في تقنيات ري معينة، معناها كنا في كل دار تلقى ثم ماجل وثم وثم فسقية إلى غير ذلك. هذه الكل تخلينا عليه، شكون الدولة باش يلعب الدور هذا؟ الدولة اللي لازم تلعب الدور هذا من خلال تشجيع المواطنين باش يعمل مواجه، تشجيع المواطنين وتوعيتهم كيفاش ثم زراعات اللي هي ما تستهلكش برشا ماء. وقت اللي الدولة اللي نحن كنا عندنا مثال نجبد الزيتون، نحن الزيتون التونسي اللي هو ما يتطلبش كمية كبير من الماء، شنو جابت الدولة؟ جابت الزيتون الاسبانيول اللي هو دمر الماء المائية اللي هو استنزفها بشكل كبير. دونك هذه استراتيجيات يلزم او الحاجه حتى الدوله ما تقدر تلعب في دورها، يلزم نحن كقوى حيه وكمجتمع مدني نفسروا للمواطنين ونفسروا للمزارعين ما عادش تزرعوا الحاجات هذيك راهي باش تستنزفكم معناها مواردكم المائيه، وراهو بعد ماكش باش تلقاو انت كمزارع باش تسقي المحصول هذا نتاعك. دونك لازم تتاقلم وتزرع حاجات تنجم تعيش في مناخ هذا اللي نحن ولا نحكيه على تونس هو مناخ تقريبا شبه جاف، ولا نحكيه على قلة التساقطات. لازم فما حاجات تتزرع تنجم تتأقلم مع الوضعية المناخية. يعني فماش توجهات تشريعية جملة على الأقل حاليا؟ فما نقاش توجد المحلول معناها في تغيير المجال المياه من 2018 2019 درسوا، فما معناها المرصد الوطني للمياه قدم مشروع نتاع مجال جديد وهو أنا طلعت عليه. المشروع هو مشروع جيد جدا ينجم معناها ينقذنا على مستوى قصير، على مستوى متوسط، وحتى على مستوى بعيد. لكن اللي قاعدين نشوفوا فيه معناها مازال تخبط، عباره نحن من اللي قاعدين نعيشوا في ازمه في حين نحن توا في قبل الازمه، وخاصه تتكثف في فصل الصيف معناها مناطق زراعيه من غير ماء. المواطنين معناها نشوفوا نحن حتى نظام الحصص ماهوش قاعد يستجيب معناها الحاجات. المواطنين تقعد بالاسابيع معناها من غير ما يصلها الماء. نسبه امتلاء السدود ونحن نرجع لهون نحكي على بال معناها مقارنه حتى بالسنه الفارطه تراجعت بشكل كبير. نحكي تو نحن على 30% نسبه امتلاء السدود، 30% هذيك ما تنجم تعمل حتى شيء، خاطر فيها نسبه كبيره باش يبيع اللي هو موجود في الطمي موجود في السدود اللي في حد ذاتها تعيش في ازمه كبيره اللي ما يجيش مش قاعد يصير فيها اونتروتيان الى غير ذلك. هذه كل مشاكل يلزم تكون واضحه خاصه في ذهنيه المواطن باش يعرف شنو اللي قاعدين نعيشوا فيه وشنو باش نعيشوها في المستقبل. معناها حسب ما فهمت من كلامك زوين المناخ تبدل وتطور، أما الدولة للأسف ما زالت كما هي رافضة ما تبدل حتى شيء فيها وما زالت التالي سنوات. صحيح المناخ للأسف تبدل للأسوأ. نحن مع أنه تزرع فلاحة باش نحن نحقق السفينة الزيت، مش الدنيا
غالي غالي شعلة النار ويصدر لي في الفراولة ويصدر لي في الورقيات ويصدر لي في الـ في الـ في الـ في القوارص اللي تعرف تلاح قديش قديش معناها من نسبة المياه سالك 80% من المياه 80% فيها نسبة كبيرة ماشي للتصدير عليه إيش نعمل في لاحة معناها تعطينا الاكتفاء الذاتي تحقن وفي نفس الوقت نعرف كيفاش نتصرف في الموارد المائية هذه اللي قاعدة ضايعة بشكل كبير سواء في القنوات سواء معناها في التنزل سواء في الري العشوائي معناها مازلنا نحن تو نحكوا على ري عشوائي كيك بالطريقة هذه ونحن نعيش في بلاد في شح ماء وأزمة مياه دونك هذه كل يلزم قوانين تتعمل في المجلة الجديدة إن شاء الله إن شاء الله معناها ما تكونش المجلة هذه إن شاء الله نشوفوها تتعمل تحت سهل ربي سهل ربي ما تكونش مجلة تحت مفروضة من قبل الرؤوس الكبار اللي قاعدين يستنسخوا في طاقتنا المائية سواء الفلاحين اللي صدروا معناها في الفلاحة التصديرية ولا حتى باش نحكيوا على آفة أخرى اللي هي آفة التعليب معناها اللي تستنزف في مياهنا المعدنية بشكل رهيب ورهيب جدا. توا من بكري واحنا نحكي على التغيرات المناخية اللي قاعدة تتفاقم نهار بعد نهار وقاعدة تزيد. زعما اليوم الفلاح يلزمو يكون سوبرمان باش ينجم يتأقلم مع الظروف هاذيا. سوبرمان ولا الفلاح يلزم يتعايش. فهمتني يلزم يتعايش مع التغيرات هاذيا. كيف ما تعايش في لمدة معناها قرون معناها الأسلاف نتاعنا كانوا معناها يتعايشوا مع الوضعيات هذه وكانوا معناها سواء في فلاحتهم سواء في المواشي اللي يربيوا فيها سواء في الطريقة معناها السكن نتاعهم هذه الكل كانت تتأقلم مع معناها مش تونس معناها كانت موجودة في الإسكيمو ولات هي موجودة أنا موجودة من قبل لكن التهافت على التغيرات الكبيرة اللي صايرة وحب كسب كبير تاع هذه كل دخلتنا في حركية خايبة للأسف حركية قاعدة تستنزف في مواردنا بمختلف أشكال هي الدنيا يرجع الفلاح وخاصة نحكي على إحنا ما عندناش معناها اننا المزارعين الصغار يرجعوا ويقفوا يعملوا فلاحه باش تعيشهم وباش تعمل اكتفاء ذاتي لبلادنا مش دخلنا في دوامه نتاع ما يسمى بالامن الغذائي نحن نحبوا التوانسه الساعه يعيشوا وبعد ان شاء الله الانسانيه الكل معناها تعيش. زيد كما كنت تحكي لنا انه بيجا خزان نتاع ماء فيها برشا سدود واودي وعيون وغيرها. اليوم نلقاو تونس تتصدى المرتبه الرابعه دوليا كاكثر دول استهلاك الماء المعدني. الاستهداف هذا في إطار مياه معالبة كيفاش ينجم يأثر على الفلاح كنت نجم تحكيني؟ طبعا يأثر بشكل كبير معناها المياه المعالبة وإحنا نحكيه معناها على أحسن أنواع المياه نحكيه على المياه المعدنية اللي هي موجودة في المناطق الريفية وفي المناطق الجبلية اللي الفلاح أو المزارع قبل كان يستغلها سواء لمياه الشرب يستغلها للزراعات معناها يزرع فيها الأشجار المثمرة يستغلها حتى لشرب المواشي نتاعها وقت تولي هذيك تحت طائلة الشركات وتحت طائلة معناها أكيد معناها باش خاصة باش تكون عندها يعني خلفيات خايبة خاصة في السنوات المقبلة لأنها باش تستنزف المائية وما عادش باش نحكيو على فلاحة موجودة في الفضاء هذاك نحن مثال في بلجيكا عندنا ثلاثة شركات تعليم ثلاثة شركات نحكيو معناها على ريان إكسير مليكي واللي هذايا نعرفوا موجودين في مناطق للأسف نائية موجودين في المخيز العيون هذيك يستغلها الفلاح سوى الشرب يستغلها باش يعيش المواشي تاعو يستغلها باش يزرع معناها الأشجار المثمرة اللي هي تساهم باش تنخفض الأسعار للأسف الدولة قاعدة تعطي
في رخص نحن دعونا نحكيه هنا في تونس كل نحكيه على 30 نوع تعمل بس كبلاد فيها 12 مليون لازم 30 نوع تعمل وفهم 10 رخص أخرين معناها تحت الدرس بش تعطى معناها نحن للأساس نتعاول بطريقة جنونية مع المسائل هذه كما قلت أنت في المرتبة التونس الرابعة في مستوى استهلاك الماء يعني التونس يستهلكوا بطريقة جنونية في الماء المعدني عليه لأنه للأسف ماء السونات أو ماء الجمعيات المائية ما عادش صالح للاستهلاك مش حتى ما عادش صالح للاستهلاك ثم في أحد الولايات عملها عملوا تحليل للمياه في شيرة الوطن القبلي مش حتى لقاهم مش صالح للشرب مش صالح باش يدوشوا به مش صالح معناها اللي هو هذايا نحترم الناس تونين دونك هذه المشاكل وقت اللي تحسن جودة المياه هذيك تنقص الاستهلاك تاع المياه المعلبة اللي هي معناها تزيد تثقل على الطاقة الشرائية نتاع المواطن اللي هو يعاني بطبيعته. زيد شباب قلوبهم معبية اليوم أما خلينا زيد نزيد نشوف وجهة نظر صوت بيجا معنا الشاهدة اليوم. بعد ما سمعنا برشا مشاكل وطرحوا الحق هذا اللي ما عندوش شاهد كذب معنا فردوس بن يوسف فلاحة من جهة بيجا عايشة في قلب المعاهد الكل لكن تحكي لنا فردوس على تجربتك كفلاحة ومهندسة والأهم بنت بيجا. عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى فردوس اليوسفي أصيلة ولاية بيجا عندي كيف جذور من منطقة عمدون معتمدية عمدون مرحبا دونك أنا تربيت في عائلة فلاحية منذ الصغر من اللي خلى الشرف متاعي يكون كبير في الفلاحة نمارسو في الفلاحة في الزراعات الكبرى تربية المواشي والزيتين كيف اللي خلاني نكمل المشوار الدراسي متاعي ونكون مهندسة فلاحية اختصاص انتاج حيواني وعلفي مش هذا برك في ظل التغيرات المناخية والحاجات اللي قاعدين نعيشوها وسوء التصرف في المستغلات الفلاحية مما دفعني اني نكمل المشوار متاعي ونكون مرافقة مختصة في التصرف في المستغلات الفلاحية مش هذا برك دونك نقصين برشا توعية ونقصين برشا ارشاد للفلاحة متاعنا مما للأسف ولا مما ادفعني اني نكون ناشطة في المجتمع المدني باش نساهم في توعية فلاحي الجهة وسنسيبيليزاسيون تاع الفلاحة باش نخليهم يكونوا يمارسوا ممارسات فلاحية جيدة مش هذا فقط كيف دونك انا من بين الاعضاء المؤسسين للشركة التعاونية للخدمات الفلاحية ولادة كومبوستا اللي تخدم على تسمين النفايات الحيوانية والفلاحية ككل نعرف اللي تأثير النفايات هذه على البيئة متاعنا وعلى الموائد المائية كيف ما كان يحكي سيزيات فردوس تو احنا تقريبا عندنا نص ساعة واحنا قاعدين نحكيه على المشاكل الموجودة في المجال الفلاحي الكل قايل انت كفردوس شنو اللي خليك تثبت بيدك وثقيك في المجال هذا؟ نعرف اللي فما برشا مشاكل في الميدان الفلاحي سورتو في ظل دونك في ظل التغيرات المناخيه ولينا نحكيو على نقص في المردوديه ونقص في الانتاج نعرفوا في سنه 2021 دونك عندنا انتاج 7.5 مليون قنطار من الحبوب في سنه 2022 ونعرفوا اللي الموسم الفلاحي هذاك تعدى صعيب برشا على الفلاحه وصلنا ل 2.7 مليون قنطار مش هذا برك فما برشا فلاحه في جهتي تخليوا على القطيع متاعهم علاش خاطر ما عادش فما ماء نعرفوا اللي إترة واحدة حليب تستهلك 90% ماء دونك العشرة الباقي اللي فيها هما متكونين من الليبيد ومن البروتيين و 90% متكونين من الماء وصلوا باعوا القطيع متاعهم خاطر ما ينجموش يوفروا الماء ونعرفوا كذلك اللي الزراعات العلفية كيف مستهلكة للماء دونك قلت الماء ما فماش ماء باش نسقيو الزراعات العلفية اي دونك مشنا باش نوفروا لاليمونتاسيون للشابتين متاعنا دفع بالفلاحة انهم يتخليو على القطيع متاعهم وكيما حكي سي زياد بكري في ظل غياب تام للدولة. لكن
ما لازمناش ان نقيسه، وديما لازمنا نلوجو على حلول. اذا كان كل فلاح يتخلى على المستغله نتاعو والا على الشتال نتاعو، مين باش ياكلو؟ مين باش ياكلو؟ معناها تهديد 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 الامن الغذائي نتاعنا. بالحقيقة أنا فلست وجد سؤال كنا مع سيزير فيما موضوع التأثيرات يعني المناخ على الفلاحين، وأنت تحديدا اليوم كفلاحة وعايشة كما قلنا احنا في قلب القرى هذه الكل، كيفاش تتعاملوا؟ شنو الاستراتيجيات اللي تعملوها باش تتأقلموا مع الوضعية هذه؟ شكرا على سؤالك دادي. دونك لهنا شفت الكاسكيت نتاع الانجينيور وباش نحكي له شوية على الاستراتيجيات اللي نعتمدوها باش نوصلوا ان بالحق نجيبوا شح المياه. من بين الاستراتيجيات اللي نستعمل كمهندسة وكمرافقة مختصة واني ننصح الفلاحة نتاعي ونقوم بالارشاد نتاعهم، توا حاليا ولينا نعتمدوا أصناف من الحبوب اللي هما نسميهم أصناف مبكرة. شو معناها أصناف مبكرة؟ اللي السيكل فيجيتاتيف نتاعها كور، معناها قصير. مثلا احنا السيكل العادي نتاع الحبوب 8 أشهر، توا ولينا نعتمدوا في سيكل نتاع 6 أشهر. فما أصناف تونسية كيما إيراتسون وكيما رزاق، واللي سنين إيراتسون عطات مردودية عالية جدا تحت النظام المطري بعد ميد الماء. كيفاش نفسروا للمشاهدين؟ إنه الأصناف هذه في وقت الماء تاخذ الاحتياجات نتاعها الكل في وقت وجود التساقطات، اللي يخليها من بعد طول فترات الجفاف تكون هي امورها مريقله وتقلت الى فترات الحصاد والروندمون نتاعها ما ينقصش. نحكي لهنا بارابور الولايه جندوبه، احنا نحكيو على الشمال الغربي الكل. في ولايه جندوبه يعتمدوا برشا على مياه الري، وصلوا قصوا عليهم الماء في معناها في سيكل فيجيتاتيف، دونك في فاز نتاع سيكل فيجيتاتيف اللي وقتها باش نوصلوا معناها انها تكبر النبته وتسحق الماء. وصلوا خسروا شطر دونك المرض من الانتاج نتاعهم اللي هي بالحق حاجه مؤلمه. الفلاح يبدا يخدم من اللول وتعب ويشري الاسمده الكيميائيه كيما نعرفوا، والبذور دونك السناره البذور ما توفرتش كيما مستانسه بحكم اني عم ناول. عندنا نقص كبير وحاد في البذور، دونك يجي يلوج على البذور يشري البذور، فما نقص في الاسمده الكيميائيه وكيف كيف نقص في الماء اللي بعد ياثر على المحاصيل الزراعيه نتاعو فيما بعد. سوى ظهر لازم كما قالت راني نكون سوبر مان. فردوس صراحة نحب نرجع نعرض معاك على مسألة مهمة. توا انت توا لبستنا أكثر من كاسكيت، كاسكيت الفلاحة، كاسكيت المهندسة، كاسكيت الناشطة في المجتمع المدني، وحكيت لنا على المشاكل، ومن بعد حكيت لنا برشا كلام ثقني أنا صراحة أول مرة نسمعه ونحاول إني نفهمه الكل. لكن في ظل الإمكانيات اللي عندك أنت، أو أنت تنجم تتجاوز هالمشاكل هذه والكل، صغار الفلاحين وحتى الفلاحين اللي يفتقروا للتكوين الأكاديمي، كيفاش ينجموا يتأقلموا مع التغيرات هذه ومع المشاكل هذه ويتبنوا نفس الاستراتيجية نتاعك؟ خليني نكون أدق، هل الدولة قاعدة تقوم بالإحاطة بهم؟ هل قاعدة تنتهج في نسق توعوي خلينا نقول، ولا مرافقة ولا حاجة هكا؟ به سؤال مهم جدا. توا الدولة بدات الهيكل الفلاحية بصفة عامة بدات تتحرك بشوية بشوية. كنت حكيت لك بكري، قلت لك أنا مرافقة مختصة في التصرف في المستغلات الفلاحية. برنامج هذايا تقوم به وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وإن هي ترافق الفلاحين على مدة 3 سنوات، صغار الفلاحين مانيش نخدموا على الفلاحة الكبار. هو موجود في كافة ولاية الجمهورية، احنا نخدموا على ولاية بيجا ومسينا المعتمديات الكل اللي هي حاجة مهمة جدا. احنا 8 مرافقين دونك في الخلية، دونك هي سيلول ريجيونال تاع المرافقة نتاعنا في بيجا. لهنا نخدموا مع صغار الفلاحين. كي نخدموا مع صغار الفلاحين نخدموا على الإرشاد، على إيصال المعلومة في وقتها، نتبعوا الفلاح في السيكل دو برودكسيون الكل من اللي يزرع حتى اللي يحصد. وقتاش يزرع؟ إذا كانوا يسقي وقتاش يلزمو يسقي؟ وقتاش يلزمو يداوي؟ شنو هو الممارسات الفلاحية الجيدة اللي يقوم بها؟ نحكي لهنا على روتاسيون دو
الكولتور نعرفوا اللي في بيجا ما نزرعوش ديما قمح على قمح ولا نزرعوا عام قمح وعام وعام نعمل دي روتاسيون دو كولتور باش نقصوا ماك البدوا اكسيسيف نتاع البلونت من لي نوتريمون الموجودين في السول وكيف كيف نكيفوا شويه الامراض نعرفوا اللي بالروتاسيون كل الامراض والافات هذوكم نجموا نحدوا ونقصوا منهم دونك مهم جدا كيف كيف توا ولات ظاهره هي في السنوات الاخيره المجامع دونك مجامع التنميه الفلاحيه اللي ينضموا لها برشا فلاحه مش كيما تمشي الفلاح وحده مش كيما تمشي النوايو كامل لازم نشكر المانحين اللي قاعدين يخدموا مع تونس المانحين الدوليين واللي قاعدين يخدموا مع وحدات الارشاد الفلاحي الموجودين في المعتمديات اللي توا ولات عندهم برنامج كامل مع المجامع هذوما يمشيوا لنا نكونوا الفلاحه نقوموا بالارشاد دونك بشويه دونك كيما قلت لك السنوات الاخيره دخلت الحاجه هذه للفلاح ورغم صغار الفلاحين انتريسي باللي فورماسيون اللي يقوموا بهم وفما حتى تكون اللي تحسنت المردوديه نتاعو سورتو من الفلاحه اللي انا نرافق فيهم لان نوصلوا حتى نعملوا لهم دي كونترات كولتور مع شركات البذور الممتازه دونك باش يوصلوا انهم يحسنوا في المردوديه ولاو يعملوا ملتيبليكاسيون معناها كونترات ملتيبليكاسيون ولاو هما اللي يقوموا بتكثير البذور للفلاحه الاخرين كيف ما قلت لك بشويه بدات تدخل الحاجه هذه كيف كان نشطه في المجتمع المدني توا لي بايور دو فون ولاو ياسر يخدموا على التغيرات المناخيه وسيرتو في جهات الشمال الغربي وفي الجهات اللي تمتاز بالمناطق الغابيه احنا خدمنا في نفسها مع البنود خدمنا مع مجموعة التنميه الفلاحيه كيما قلت لك ولينا برشا نتوجهوا للمجامع خاطرهم يكونوا انوايو دونك لهنا بدينا نخدموا شويه على التغيرات المناخيه وقمنا بتشجيع وصلنا شجرنا 40 هكتار دونك من المساحات المهدده بالتصحر وليغوزيون فاريتي شتوي دونك نستعملوا لي فاريتي التونسيه نتاعنا اللي تتاقلم مع الجفاف وبشويه كيف دخلنا زراعات اخرى كيما السله نبته السله اللي هي من البقوليات واللي هي نبته مهمه جدا واللي تساهم في خصوبه التربه وكيف خدمنا حاجه اخرى اللي هو على تسمين دونك النفايات الحيوانيه اللي بطبيعته الفلاح اللي عنده ماشي وعنده زراعه يمارس في الزراعه يعتمد فيها كأسمدة عضوي. الحقيقه فرداس حبيت نستغل وجودك معنا اليوم كانت فونداتريس نتاع جمعيه صوت شير معناها حبيت نقول لك اسكو كيفاش معناها اسكو انت اليوم تشجع الشباب انهم هما ينخرطوا في الميدان الفلاحي ومعناها خاطر نشوفوا الشباب الاغلبيه اليوم معناها هاربين من الفلاحه وما يحبوش يمارسوها جمله أنا كنشطة في المجتمع المدني نشجع كافة الشباب أنه ينخرط في العمل المدني في القيام بالحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة فلاح الجهة وأنهم يشاركوا في الشأن العام وأنه تكون عندهم كلمتهم في المجتمع دونك نقول كل اللي المجتمع المدني يوفر جملة من الامتيازات لفائدة الشباب من تكوين تعزيز قدرات دونك لهنا أنا من ولاية باجة نشجع شباب باجة إنهم ينخرطوا في العمل الجمعياتي وكيف إنهم يكونوا شباب قيادي وعلاش لا نتعاون الناس الكل مع بعضنا كسوا صنع القرار فلاحين ومجتمع مدني إلا ما نهضوا بالبلاد وإلا بالحق نلقيو حلول علاش ديما احنا نلعبوا دور الضحيه والدوله فما برشا دي ستارت اب توا خصوصا في الموضوع هذايا في شح الالميه برشا ولاو يخدموا على تقنيه الري الحديثه برشا يخدموا على ليسونت نعرف دونك لهنا فما مشروع تخدم ما نعرفش في انا بلاصه تحكيت لي مؤخرا الحكايه هذيا وياسر عجبتني عملوا قاموا دونك بمحطه للرصد الجوي في بلاصه والمعطيات هذيك يقعلها افيشاج في تلفزه في قهوه معناها يعرف وقتاش يعرف وقتاش باش تصب المطر يعرف وقتاش يدخل فتره جميله جدا هذيك نقطه اللقاء الوحيده اللي عند النقطه الاعلاميه الوحيده اللي عندهم هي دشره صغيره نسيت المنطقه وين لكن التقنيات كيما هكا بشويه مش هي عصا سحريه ولا حاجات دونك بشويه نجموا ان نقدموا ونجيبوا حتى على المستوى المحلي نحكي برشا على صغار الفلاحين من فكري بالحق محتاجين المبادرات هذه باش نجموا
نخرجوا من عنق الزجاج. مهم برشا إن نسمع تجارب أبناء الجيهة خاصة فيما يتعلق بالحق هذا، وهذا هو الكونسيبت اللي يرتكز عليه بودكاست صوت حقوقنا في الجهات. حق دستوري، حق أساسي، حق حياتي، مهم برشا للشرب ولا للزراعة. بعد ما طرقنا المشاكل اللي في وجه في ولاية باجة على وجه خاص، خلينا لهنا يزينا من نظرة تساؤمية ونعدد من قبيلة في هاي الدولة، هاو المواطن هاو الفلاح، خلينا نخوض شوية في الحلول تزيد. حسب رأيك شنو هي الحلول اللي تنجم تكون ناجعة؟ ثم برشا حلول نجموا نستعملها، وهي خاصة يلزم جانب توعوي كبير، يلزم المواطن يفهم أنه الوضعية المائية اللي نعيشوا فيها نحن تو نعيشوا في أشطح مائي. ثم الحالة الثانية يلزم الدولة تسارع به اللي هي تنقيح المجال المياه. ثم حل ثالث اللي هو يلزم نراجع رؤيتنا للزراعات التزيرية اللي قاعدة تستنزف في ثرواتنا المائية، ومهمش معناها وقاعدين معناها الزراعات اللي يلزم معناها باش تحقق الاكتفاء الذاتي اللي ماناش قاعدين مركزين عليه، اللي نحن نعرفوا انه اكثر من 80% من الاستهلاك المائي ماشي للفلاحة، يلزم نرجعوه، وهذاك باش يربحنا في برشا معناها برشا مياه. ثم كيف يلزمنا يلزم الدولة تراجع التراخيص نتاع مياه التعليب اللي هي قاعدة تستنزف في مياهنا المعدنية. كيف يلزم الدولة تشجع على الزراعات خاصة نتاع البذور ونتاع المشاكل التونسية اللي هي تتأقلم مع المناخ التونسي وما تطلبش برشا 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 ماء. هذوما الحاجات الكل إذا كان نجموا يتعملوا في السنوات المقبلة وقتها نجموا معناها نولوا بلد يتعايش مع الوضعية المائية نتاعو اللي هي مش تتغير للأحسن للأسف. معناها قاعدين معناها إذا كان نحكيوا بعد 50 سنة الحرارة باش ترتفع أكثر باش تزيد تقريبا في حدود الدرجتين، دونك نحكيوا كي ترتفع الحرارة باش ينقص الماء وباش دونك لازمنا هذه الكل نبدو نخمم فيها باش نتعايشوا في مناخ شبه جاف ومناخ جاف في المستقبل، لأنه ثم حاجة أخرى تنجم تصير اللي هي مع أبار إنه شنو نحكيو على مشكلة المياه، شنو نحكيو على الهجرة، الناس باش تولي تهاجر من المناطق اللي فيها اللي فيها اللي فيها نقص مائي، باش تولي نحكيو على إنه المزارعين باش يبيعوا المواشي تاعهم لأنه ما عندهمش معناها باش شنو ما عندهمش معناها مياه كافية باش نجموا يعيشوا بها، باش نحكيوا على التراجع في معناها في برشا الزراعات. هذه الكل لازم تبدا ثم بدائل واضحه باش نجموا نتعايشوا مع الوضعيه المائيه الجديده. قاعده نشوف في نقاط التفهيم على وجه رانيا من خلالنا. على خاطر اول حاجه يعطيك الصحه على الحلول اللي انت قدمتها، ولكن هل الحلول هذه تنجم نطبقوها، وهل تنجم تتماشى مع خصوصيه الجهه نحكيو على بيجا ومع الوضعيه الاجتماعيه مع نتاع الفلاح البيجي؟ اكيد هي تتماشى اكثر معناها، حتى معناها مش نحكيو على المشاكل التونسيه اللي هي معناها كما قلنا ما تطلبش برشا ماء، لانها مشاكل تتعايش مع المناخ التونسي. كيف معناها وقت نراجعوا التراخيص اللي ما عاد باش تعمل والتعطات في المياه المعذبه، هذاك باش نرجعوا نحكيوا على انه المياه المعدنيه الموجوده باش تولي الديمومه نتاعها اكثر، ماهوش باش تم استهدافها. هي الكل تخدم الفلاح وتخدم الفلاحه وتخدم البلاد. زياد الفردوس، نعرفوا ثم برشا دول كي بدات نقص الافكار تحاول تتعامل ثلاثه تقنيات واستراتيجيات باش تتمنى تمنع روحها من الكارثه البيئيه هذيا. زعما نحن كدوله ومجتمع كيفاش نجموا نتحركوا ونقتبسوا من حاجات هذي باش نجموا نقدموا ونجموا نحققوا نغطيوا معناها الحاجات نتاعنا في الموارد المائيه. زياد ولا فردوس عندكم الحريه شكون فيكم لازم يجاوبنا؟ أول حاجة نقتبسه من تاريخ البلاد،
يعني في بلادنا اللي منذ العهد الكارتاجي ثم سياسة مائية تعمل فيها يستعمل فيها التوينس. نحكيه على أنه موجود في كل دار فما ماجر، نحكيه على سياسة الري، نحكيه هذية معناه يزم نعرف ونشوفه كيفاش أسلافنا كانوا يعيشوا ونحاولوا معناها أن نعمل كيف. الحاجة الثانية نشوفه تجارب نتاع الدول اللي تعيش في وضعية مائية كيفنا ونحاولوا نلقوا حلول اللي هي أساس قلت لك حلول أساس الحل اللي هو الحل في الترشيد في ترشيد استهلاك الماء خاصة في الفلاحة، الترشيد في توزيع معناها الرخص العشوائية كيف توفر الدولة قاعدة ماشية في تحليل المياه اللي أنا نشوف إنه باش يستنزف بشكل كبير مواردنا الطاقية ويطلب هذي تعمل فيها برشا دول، تعمل فيها دول غنية يعمل فيها دول يعمل فيها دول خليج تعمل فيها جزائر بجنبنا، لكن احنا وضعيتنا المالية ما تسمحش معناها باش نعملوا برشا مراكز لتجميع المياه. دونك يلزمنا نركزوا أساسا على الترشيد اللي هو ترشيد ترشيد الماء ده اللي هي خاصة المياه السطحية اللي موجودة في كيفية تجميعها اللي في جزء كبير منها قاعد يمشي البحر اللي هذه الكل يلزمنا نخمموا كيف إعادة فكرة إنه مشكلة السدود هي اللي تجمع على المياه، ثم طرق جديدة لخطر السدود من اللي يجي المياه انتر نقص. دونك يلزمنا نشوفوا آلية أخرى نتاع تجميع حتى في الانفراستركتور نتاع الطرقات نتاعنا خاصة في المدن يلزم نبدلها، لأنه فرق بين تعمل زفت اللي هو الماء يمشي يمشي للناس وقت اللي تعمل اللي فاضي هذوكم الناس دول تشرب المياه وهذيك تولي تعمل إعادة هيكلة تجديد معناها نتاع المياه نتاعنا. فرداوس تحط فيها المعنى باش نواصل على كريديت تبقى جمله من الحلول سيرتو في الميدان الفلاحي اللي نجموا نعتمدوها. اول حاجه التنوع الزراعي diversification du culture. Donc on est proche à la nawa zira ouais non on a dit bablo je nous on تاقلموا مع التغيرات المناخيه كيف كيف حكيت بكري ان نختاروا اصناف مقاومه للجفاف وملوحه التربه الرشد واستهلاك المياه كما قال زياد نعاودوا نستخدموا مياه الصرف الصحي بعد معالجتها على الاقل نستخدموها في ري المساحات الخضراء كيف كيف نستخدموا المياه الجوفيه بشكل مستدام. حاجة أخرى لازمنا نعزو البحث العلمي وحتى البحوث اللي خدمت قبل إذا ما ركضت على الرفوف وقتها توا باش تهبط للميدان. لازمنا كيف ندعموا البحوث في مجال التغيرات المناخية، نشجعوا على الابتكار في مجال تقنية الري الحديثة، وكيف مهم جدا أن نقوموا بحملات توعوية وتحسيسية مهمة جدا أكيد بريز دو كونسيونس يبدأ المواطن فاهم المخاطر متاع شح المياه داعياتها. دونك على هو الساعة في الفترة القادمة وعلى الجيل الجاي. من قبل نسمع فيك تحكي وعي وهاي وعي وبرشا فلوس سمعتها. هو نتصور المجتمع المدني راه خدم خدمته هنا راه وفرداوس تأكد هذايا ما شاء الله معناها تعمل مجهود كبير برشا. الفلاحة زاد راهم خرجوا وحكاوا وتناقشوا وسكروا الكياسات وقالوا اعطونا حقوقنا والاعلام تكلم والدولة ما تحركتش يا فرداوس. فهمت؟ إيه شنو نعملوا باش نحركوا الدولة باش عطانا حلول؟ سويت مسير شوبنا. هي كيما قلت لك الدولة واعية بأزمة الماء، قلت لك موجودة حتى في الكتب المدرسية والتسعينات. فهمتني؟ المنظمات الإشهارية إلى غير ذلك فما لكن هل أن الطرق والإصلاحات اللي قاعدة تعمل فيها ما زال تواكب وضعيتنا المائية اللي نعيشوا فيها ولا لا؟ هل يكون دور الدولة لازم تجرب باش تسمح باش تنقح مجال المياه، لازم معناها تشجع الفلاحين على زراعات معينة اللي هي تنقص من
من استهلاك كبير للماء، يلزم تعدل في القانون تاع التجارة تاع الزراعات اللي هي تتصدر وتستنزف برشا مياه، يلزم تمنع مثال ثم زراعات مثل الزيتون الاسبانيولي يلزم تاعها معناها نرجعو الزيتون التونسي اللي هو ما يستهلكش مياه كبير. هذه كل اجراءات معناها تنجم تاخذ قبل مثال قبل خاصة في عهد بن علي وفي البعض كانت معناها جزء كبير من اللوبيات هم اللي تعرف تعملت مثل القوانين هذي، يعني فما فلاحة هم اللي يتحكموا معناها هم اللي تلوا معناها عن طريق مش بتحميل الفلاح الكبار اللي قاعدين يصدروا كيف رخص المياه اللي قاعدة تعطى، خاصة أنا عارفه كيفاش تعطى دم كبير كل يزم تم مراجعتها في أقرب وقت. يعني حشتنا باستراتيجية واضحة باش نبداو والمرمى هذه الكل التشريعيه والبنيه التحتيه والاستراتيجيات باش نجمو نقدمو. وراني ديجا حكيت لي في ذيك النقية وحكيت لي على نوع من السياسات اللي تعتمدها الدولة. صحيح ديجا هي الحكاية هي اللي حكاية زياد ذكري، قال لي الدولة انتهجت سياسة تحلية المياه واللي هي موجودة في جيبس وموجودة في ستيكس، دونك حبيت نسألك زياد كيفاش ترى السياسات هذه؟ هل ترى لي إشكال؟ هو من الشبكات الهيدروكية الموجودة في تونس نحكي على 1200 تقريبا، ما بين سدود كبرى 37 سد كبير ما سدود تلية إلى غيرها، ثم في قيد التو الاستغلال ثم محطة وحيدة لاستهلاك المياه ومش يعملوا قاعدين في إنجاز محطة أخرى. أحنا إذا كان جينا الدولة عندنا برشا فلوس ينجم يكون هذا حل، فهمتني؟ لكن محطات تحليل المياه تتطلب برشا أموال وخاصة تتطلب جانب طاقي كبير واللي نحن نعرفه ما عندناش طاقة معناها عندنا شح في الطاقة، دونك هذه ما تنجمش تكون مشروع ينجم يكون حل باش يعاون الكل لكن مش بديل حقيقي اللي هو باش يخسرنا برشا طاقة وباش يخسرنا برشا فلوس. بالنسبة للتحليل المياه هل انه محطة وحيدة نجم تغطي ولاية او اكثر او قديش تغطي مثلا؟ انت والطاقة للتحليل تاعها انت والكمية اللي موجودة في جيبس طويكة واللي قاعدة تنشأ في سفيقس جيبس بارك هما توزيع هو المثال في المياه الصالحة للشرب على مستوى وطني، فما 14 ولاية يعيشهم السدود من مياه السدود، فهمتني؟ وفما ولايات الجنوب اللي هما معناها يستهلكوا من الابار العميقه، فهمتني؟ دونك هذا التقسيم كيفاش موجود. الازمه اساسا الكبيره موجوده في الولايات اللي يستهلكوا من السدود، خاطر السدود منصوبها وطاقه التعب نتاعها تراجع بشكل كبير. السدود هذه اللي كيما قلنا النسبه الكبيره نتاعها ماشيه للزراعات، فهمتني؟ مثال نحن نحكيو على السدود الكبرى في بلجة من سد سيد البراق يتم نقل المياه نتاعو من نفسه تمشي للوطن القبلي وتمشي للساحل، فهمتني؟ دونك هذه الاشكاليه كيف نتاع معناها فما مشكله في القنوات، فما هذه الكل يلزم معناها يلزم تتعالج. حيشكم من الناس الكل. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، عايشك زياد حلوفي على كل التوضيحات اللي كنت قدمتها لنا. عايشكم انتم زادة على تفاعلات وإن شاء الله تكون حصة تفيد توانسة، لأنه نحن حاجتنا أنه توانسة الكل يبدأوا واعيين اللي نحن في إشكالية كبيرة نتاع أزمة مياه وزي ما نعرف كيفاش نتعاملوا مع الماء في المستقبل. صوت ولاية بيجا فردوس بن يوسف، ديما نقول صوت ولاية بيجا على خاطر نحققتهم كل المشاكل نتاع الجهه هذيك، عايشك على التفاعل بوجودك اليوم. شكرا. اي في الاخر نحب نقول اخطانا من عقليه اخطاء راسي واضرب، والي والناس الكل دوله فلاحين مجتمع مدني نتعاضوا ونتكيفوا باش نوصلوا نلقاو حل للازمه، ازمه شح المياه. شباب مناظره نفسي وعايشكم على التفاعل.
عايشك تشارل تصوروا انه وصلنا الصوت كلاحة بيجة وصلنا مشكل الماء وطرحنا المشاكل بطريقة اللي زي ما تطرح هو برشا كلام تحكي ومزيل فما ما يتحكي مهم برشا ما نعترفوا بالمشاكل هذه لكن نتصور وكما كنا نحكوا الأهم إن ننتهجوا ولا نخوضوا أكثر في الحلول اللي لازمنا نعتمدوها واللي لازم الدولة تعتمدها واللي لازم المواطن والفلاح والمزارعين والكل نعتمدوها دونك هكا نكون وصلنا لنهاية الحلقة من بودكاست صوت حقوقنا في الجهات استنونا في حلقات أخرى من جهات أخرى